صباح الخير. إلى جادة الشانزليزيه توجهت أنظار العالم، والإرهاب يلي عم بتنقل برحلة دموية بعواصم القارة العجوز أصاب العاصمة الفرنسية برمزية الشانزليزيه، بينما أصحاب القرار الأممي مشغولين بحروبهم الباردة. أما بالعاصمة اللبنانية فالستين يناموا قرير العين بانتظار ساعة الحسم. العد العكسي لجلسة 15 أيار النيابية قرب، البلد مقسوم، مشاريع القوانين هرت قبل ما تنضج، و61 حان وقت قطافه. رشة ملح وبهار، الطبخة القديمة رجعت على النار، والستين طبق حرزان من المطبخ اللبناني. بعكس الحراك السياسي المشلول والأجواء الباردة بكواليس السلطات الثلاثة، فصل الربيع حمل معه الحياة للقرى والبلدات اللبنانية يلي بلشت تتحضر لورشة المهرجانات السياحية. بمختلف المناطق انطلقت النشاطات الثقافية والفنية، ومن هالنشاطات رح ننتقل لفعاليات مهرجان الربيع للورد بالبترون. هالمهرجان يلي بيجمع سحر هالبلدة الساحلية مع سلسلة نشاطات ترفيهية مميزة. تفاصيل بهالتقرير مع الزميلة رولا أمين الدين. نقيلي أحلى زهرة يا فراشي، نقيلي زهرة البقل الشارة على شعرة تشكيلي. زهرة البقل الشارة على شعرة تشكيلي. بجنن بجنن، كتير حلو، يا ريت كل مرة بيعملوا هيك. عم نشتري هلا، بدي اشتري زهور. لك وين وراك؟ أداليا و مارغريت وجاردينيا، وبدي اخذ ورد بعد. هلا كلياته مزهر لانه كمان الربيع، يعني مش كانه عم بيقول لك اهلا وسهلا طل الربيع. معرض مشغول عليه بطريقه فنيه مزوقه لطيفه، الموسيقى تلاقي الدنيا وكلنا زهور. نقيها حلوة أحلى من ضحكة أطفال، وخلي الزنبة يصرخ لها من قلبه موال، والعصفور يترغل لها ويترجم شوقال، وشق الفجر ينغم لها عوطان وتهليل. بزهور والموسيقى ورائحة الأكل الشهية وعجقة الناس اللي أتوا من مناطق مختلفة، استقبلت البترون أهلا وزوارة بمهرجان الربيع للورود. مهرجان نظم لأول سنة بحديقة البترون العامة، حيث أرادت جمعية تجار البترون أنه يكون فصل الربيع مميز، فنظمت معرض زهور تخللوا سوق أكل، وذلك برعاية وزارة السياحة وبلدية البترون. جبنا كل شيء، في عنا زهور بلدية موجودة هون، حتى الزهور كلها مثل ما انك شايفه اجنبيه، وكلها انواع جديده، تقريبا برمنا على كل الانواع الجديده وجبناها. في كل شيء، راضيين كل الاذواق بالنسبه بالشكل وبالاسعار كمان. عم نحمل وعم نشتري. هيدول يلي بيتعلقوا في البينك والبينك الغامق، حبيتهم كثير. احنا جايين من البديب والمعرض كثير حلو. على القليل هيك بنطلع من همومنا شوي، بنغير الجو. نحن من طرابلس. لانه شيء كثير حلو، بفرح بوجوه العالم يلي بوقت نحن ما عم نلاقي فرح، يعني انه خلص بس تشوف الناس مبسوطه انت بترتاح نفسيا. احنا انه عيد الميلاد عم نعمل شيء، الكريسماس فيليج كان عندنا عيد بالصيف بيكون في المهرجانات، قلنا ليش هالفتره عم تكون ميته لما بنعمل شيء؟ وقت نفكر ربيع اكيد بدنا نفكر زهر، بنفكر اشياء اوت دور، بنفكر الحديقه، فاجتنا هالفكره، تركبوا الافكار فوق بعضهم وطلع هيدا وهيدا المشروع. الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني، ماني ماني ايه ده، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع. هالمهرجان جمع كافة الأعمار، فإضافة إلى الستات اللي أتوا لشراء أجمل أنواع الشتول، هناك مساحة خصصت للأولاد، ألعاب متنوعة ونشاطات ترفيهية عديدة.
جينا مع اهلنا فجاه هيك بنلاقي المنطقه كثير حلوه طالعه. بعمل عم هلا رايحين نجيب بوم رايحين نلعب نتعرف على هاي كل الطبيعه الحلوه. كل شيء هون بسله عم نرسم لبعضنا بدنا نرسم لبابيون. في اكتيفيتيز للصغار وللكبار سو جايين ننبسط وهن مبسوطين هذا اهم شيء. الاكل كان روعه اكيد الاكل كثير حلو. أكلنا برجر. أنا ما أكلت بس جيت من الجنوب خصيصاً على الباترون وحبيت أعمل لايف بينتينج هيك العالم تتفرج وهول رسماتي. مهرجان الباترون اللي رح يستمر لغاية الأحد 23 نيسان كان فرصة جديدة للتأكيد على إصرار هالمنطقة إنها تكون من أكثر المناطق ديناميكية وحياة. ودائما الباترون تعمل شيء أشياء جديدة ودائما بتسبق الكل وبتضل متطورة. إن شاء الله تضل الدنيا هيك والناس مبسوطة. إن شاء الله تكون. أنا مش ساكن بلبنان سايح يعني ما لي خمس أيام. رجعوا انسوا السياسة وفكروا بالبلد وبس. ضلكم بهالأجواء شيء كثير حلو. والسياح الأجانب ولا اللبنانيين اللي برا بيجوا لهون مهم انه نعرض لهم نحن الاشياء الكويسة. منبقى بأجواء المهرجانات ومننتقل إلى المهرجانات الدولية يلي أصبحت محطة سنوية بالرزنامة الثقافية ويلي بتجمع كبار الأسماء العالمية. رح ننتقل إلى أوتيل رويال بدبي يلي شهد على إطلاق مهرجانات الأرض الدولية بدورتها الثالثة. برنامج هالحدث وتفاصيله بهالتقرير. على كتف السماء وبين الأرزات بعرس فني رح تشتعل المدرجات بين الفن والإبداع وسحر المكان اللي رح يكون شاهد على مهرجانات الأرز الدولية بنسختها الثالثة لترجع قيمة وقيم يتفق عليها 12 فنان وفنانة رح يجتمعوا بأوبرة مميزة من كلمة الشاعر نزار فرانسيس وتلحين ميشيل فاضل. هيدي السنة مهرجان الأرز رح يكون ليلتين. ليلة الافتتاح رح تكون ب 29 تموز رح يكون في أوبرات غنائية بتضمن 12 فنان. هيدي الأوبرات رح تتصور كمان. بعد ما يخلص الأوبرات رح يغني كل فنان بالأرز بحدود 10 دقائق 6 دقائق لأغاني لإله. تكون شغلة كتير كبيرة إذا الله راد. رح تكون شغلة كتير جديدة من نوعها بلبنان. رح تتقدم بطريقة تليق بالأرز اللبنانية. كل شخص بيغني بطريقة وكل شخص بيغني عنده لون سو أعمل شيء يضلهم كلهم بمجموعين بغنية واحدة صعبة كانت. بعطيه فنانين بس ما حطوا صوتهم على الغنية وبهاليومين بيحطوا بين اليوم بكرة بس نحن آخر شيء الريزالت رح يطلع كتير حلو وأهم شيء عم نغني لأرزة لبنان يعني ما في عزم الأرزة على قلوبنا نحن اللبنانيين. أنا بشد على إيد كل واحد بيعمل مهرجانات وبداية من مهرجانات الأرز يلي هي من الكبار بعد عودتها صار ثلاث سنين يمكن وأنا بقول أنه القيمين على المهرجانات فعلا هن ناس بيحبوا لبنان. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى فيي وأنا بوطني جميل. انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة أنا قد عنك مع إني نظرة عينك دباحة. ويخرب بيتك عبيتك أنا مش عالفاضي نقيتك أما
أما الليلة الثانية من المهرجان بخمسة آب فالموعد مع الفنانة هبة طوجي والفنان أسامة الرحباني ليقدموا على المسرح ثمرة نجاح أثمرت عدة ألبومات وكونسرتس ومسرحيات غنائية لتنعرض لأول مرة تحت عنوان تن. نفكر نعمل فيلم وثائقي قصير عن الأرز. موضوع كتير صعب بس الأرز شغلة بالحياة الوطنية اللبنانية، شغلة كتير مهمة. كمان حكورال انديو يلي من سنتين افتتح مع عبير نعمة، كمان السنة رح يغنوا مع أول حفلة مع المغنيين اللبنانيين وكمان مع أسامة الرحباني وهيبة بتاني بروجرام. كمان هالمهرجانات مهمة لأن وسيلة لاجتذاب الناس إلى المنطقة، وبالتالي هي وسيلة لإعادة أحياء المنطقة بعد ما كانت ميتة خلال فترة طويلة، وبالتالي هي وسيلة لتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة. مشان هيك مندعي الكل لزيارة مهرجانات الأرز بموعدها، ومندعيهم لزيارة قضاء بشري اللي هو أجمل قضاء سياحي بلبنان بامتياز. المجنون مدرسان عم لوين